السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد وهنعمل مع بعض وصفة جديدة. الوصفة بتاعتنا هتبقى وصفة إيه؟ هتبقى خاصة بالبيض. ناس كتير بتقول يا مشيماء أنا عايزة وصفة تكون كويسة للبيض. النهاردة أنا جاي لكم وصفة مفاجأة، ما يعني هي يعتبر عن مكون واحد بس. المكون دوت إن شاء الله هيخلي الفراخ ترفع المناعة بتاعت الفراخ، هتخلي الفراخ تكر معاكي بيض، هتزود حجم البيضة معاكي. في حاجات كتير جدا انت هتشوفها معايا في قلب الفيديو دوت وهقول لكم على فوائدها، يعني يعتبر كده وصفه من الاخر وخليها الاسبوعين اتنين بس. لو انت داومت على الوصفه دي ان شاء الله هتلاقي، حتى لو كانت يعني حتى لو كانت الفراخ عندك قطع بيض من زمان او ما بتبيضش او لسه يا دوبك كده يعني مقربه على ان هي تبشر بالبيض، هتغرقك بيض، يعني هتخلي الدنيا عندك تملى خير. نسمي الله بقى ونحط لايك للفيديو، عايزاك توصل الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات. ويلا كده بينا يا جماعه. زي ما انتم شايفين النهارده انا مش جايه اعمل معاكم الوصفه بس، لا انا جايه اعمل معاكم الوصفه وجايه كمان عشان ان شاء الله هنشوي كده فراخ على الفحم. زي ما انتم شايفين احنا مولعين النار اهيت وخلاص ما شاء الله، يعني يعتبر خلاص النار ديت انا عاملاها كده يعني ايه على اساس ان احنا لما بنتاخر هنا ولا حاجه بالليل بنتدفى عليها وبنعمل عليها شاي. النار اللي شايفينها دي، اما الكمون بقى زي ما انتم شايفين اهوت الفراخ ما شاء الله بدات ان هي الفراخ دي كنت عاملاها متبلاها، قعدت في التتبيله كده حوالي 4 ساعات زي ما انتم شايفين بالتتبيله بتاعتها دي. شايفين الدخنه بقى اللي طالعه منها ديت، ده كلتها بتنزل كده وتنزل على الفحم فبتدخن كده لوحدها، يعني فراخ مشويه كده هتاكلوا صوابعك وراها. هنقلبها بقى، يعني هي ادت لون حلو اهوت زي ما انتم شايفين، هنقلبها بقى كده على الجهه الثانيه. شايفين بقى اللون بتاعها حاجه كده من الاخر، شايفين بقى الدهن كده اللي عمال يغلي فيها دوت. سيبها بقى كده تنزل براحتها الدهن بتاعها وتتشوه براحتها. هندخلها بس الجهادي كده شويه علشان ايه الجهادي تطول اهو. هسيبها بقى براحتها خالص لغايه ما تستوى كده، وبعد كده نروح عند الفراخ نشوف الوصفه بتاعتنا عملناها ازاي وهنحطها الفراخ. يلا بينا كده بقى. احنا رايحين عند الطيور زي ما انتم شايفين، يعني هنشوف برده المنظر الحلو كده على الشمال واليمين زي ما انتم شايفين. بالمناسبه يا جماعه كان في حد سالني قال لي دي ايه، كان سالني على الزرع ده. ده يا جماعه ترمس، هو ما شاء الله يعني كبر ازاي اهوت، وخلي بالكم هو مش هيكبر كمان اكتر ولا هيبان اكتر لما الخص ده يتشال ويتقطع. وعلى فكره بقى احنا باذن الله بعد الخص دوت هنزرع فلفل وهنزرع يعني حاجات كويسه جدا. نزرع فلفل وممكن نزرع برنجانه، الحاجات الحلوه اللي هي بتبقى ايه برده ايه لوازم البيت وكده. تعالوا بقى كده يلا، حتى برده يعني ما شاء الله الفول، شايفين الفول منور اهو، يعني بدأ ان هو بقى يعمل قرون دلوقتي برده هناك اهوت. بس هو يعني عشان ايه المكان هنا مش بيجي فيه شمس قوي، تحس ان هو يعني مش ماشي قوي. البتاع الثوم ده بقى الثوم اللي هو انزعناه على شويه ليه؟ لان كان في فراخ يوم ما قلت لكم انا حاسه ان في حاجه مهروسه هنا، كان في فراخ خرجت وبقت تاكل فيه وتنعكش ومش عارف، بس ان شاء الله هيرجع يقف تاني ويكبر تاني يعني مفيش مشكله. فتعالوا بقى كده نخش عند الفراخ ده عشان ما اطولش عليكم. كده كده يا جماعه احنا خرجنا الرومي زي ما انتم شايفين في الهوا شويه كده، علشان طول ما انا هنا انا بخرج الرومي يعني في المكان ده، لان المكان طبعا اللي بتاعهم يعتبر ده عليه، فكل ما باجي في المكان كده بخرج يعني اهواهم بس شويه كده. هنحط لهم دلوقتي الاكل ياكلهم، يعني انتوا عارفين طبعا ان الرومي مش بياكل العيش، بس انا حطها علشان ايه الفراخ. الرومي بياكل دش وعلى. هنحط الفراخ، هو بقى عايز يجي ياكل ياكل مش عايز، هنحط له العلف بتاعه، انما ده خص للفراخ. خلي بالكوا بقى انا حطيت للفراخ عيش وحطيت لهم عيش ودش، اما الاكل بتاع الرومي ده من الاكل الخاص بتاعه اللي هو العلف على الدش، هنحط له برده انه ياكل منه اهو. الوصفه اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي يا جماعه ده كويسه جدا، يعني كل فايده فيها يعني ايه فيها فيتامينات كتير. الفيتامينات بتاعتها ده يعتبر فيتامينات 100% فيتامينات طبيعيه. انت ممكن تعمل ايه؟ لو انت عندك بط ولا حاجه البط بتاعه بيطلع مثلا فيه فارغ ما فيش فيه خصوبه، الحاجات دي كلها ده حلو، يعني معنى اصح ان انت ممكن تعملها للبط، تعملها للفراخ، تعملها رومي، تعملها الحمام عندك، يعني ما شاء الله ده كويسه جدا. ده يعتبر بتزود نسبه الخصوبه بنسبه 95%.
كمان، يعني كويسه جدا، بترفع المناعه زي ما قلت لك. يعني كل الحاجات دي انا قلتها لكم قبل كده. بتخلي الفراخ ما شاء الله تبيض معاكي كتير، يعني دايما على طول بتبقى العنقود محضر، بتبيض معاكي كتير بطريقه كويسه جدا. يعني انت لو انت عايزه تملي بيتك خير استعملي العشبه دي، زي ما قلت لكم هي مش غاليه ولا حاجه. تعالوا بقى كده نعملها مع بعض ونتعرف عليها. شايفين بقى الرومي تحس ان المكان واسع، فرحان بيجري وبيطير، بس المشكله ان انا خايفه ان هو يطير من المكان ده، لان المكان ده العلو بتاعه 3 متر بس. فزي ما انتوا عارفين ان الرومي بيبقى له جناحات، يعني ممكن يطير بقى في مسافه عاليه فما يرجعش تاني. فده اللي مخليني ان انا كل ما باجي هنا بسيبه بس، ودايما حابسه بقى في الاوضه هنا. تعالوا بقى يلا نشوف الطريقه احنا عملناها ازاي. حطوا لايك للفيديو ويلا بينا. النهارده يا جماعه هنحضر مع بعض الوصفه. وصفتنا النهارده زي ما انتم شايفين هتبقى عباره عن عشبه المورينجا، زي ما انتم شايفين كده الاسم بتاعها اهوت، وده العلبه بتاعتها. ده بيجي منين؟ ده بيجي من عند العطار. العلبه من ديت ب 10 جنيه، ده كويسه جدا لزياده انتاج البيض، وان شاء الله برضو انت هتشوفوا الفايده بتاعتها، لان الحاجات دي كلها اصلا يعني هتلاقوها برضو مكتوبه على العلبه من ورا. هي مش مكتوبه على العلبه ان هي لزياده البيض، العلبه دي يا جماعه دي اصلا لزياده البيض، يعني انا بجيبها النهارده ويمكن انت اول مره تشوفها معايا. دي انا جايباها النهارده خاصه لزياده البيض، ده بتخلي الطيور او نمو الطيور خلاف كده وكده كمان، ان بيخلي النمو بتاع الطيور ما شاء الله معاكي بيجي يوم وبيومين. كمان حلو جدا للريش، يعني بيخلي الريش بتاع الطيور ينمو معاكوا بسرعه. ده يعتبر مجموعه فيتامينات طبيعيه 100%، ده يعتبر بيزود نسبه الخصوبه عند الطير. وخلي بالكم كمان في حاجه مهمه، ان ده بيعلي المناعه بتاعتهم، يعني بيرفع المناعه، تمام كده. يعني حتى لو الفرخه عندك لا قدر الله تعبان كاشش كده، ده بيرفع المناعه بتاعته خلاف كده وكده كمان، ان هو يعني منشط قوي، يعني يعتبر منشط جنس للطيور قوي جدا جدا، فبالتالي بيخلي الطيور عندك ما شاء الله يعني بتزيد زياده رهيبه في البيض عندك. لان في ناس كتير بتسال بتقول يا جماعه عايزين وصفات للبيض، انا نزلت لكم كام وصفه والوصفات دي كويسه جدا. اما النهارده ان شاء الله الوصفه اللي انا منزلها لكم ديت، ده تختلف كمان عن اي وصفه. ده يا جماعه دي بتيجي من عند العطار. طب هنستخدمها قد ايه؟ ده على الاقل تستخدميها اسبوعين اتنين علشان تشوفي معاكي نتيجه كويسه. ده كمان علشان الناس اللي هي بتشتكي بتقول انا عندي البيض مش مخصب، ده بيبقى كويس جدا يا جماعه في الخصوبه. يعني ان شاء الله انت هتشوفها معايا وهتشوف الكميه اللي انا هعملها دلوقتي. ده هنعملها انت هنعملها ان شاء الله كل يوم، بس المهم ان احنا هنعمل الكميه بتاعتنا، مش هنخليها تبات عند الطيور، هنعمل اليوم بيومه، تمام. فانا النهارده هعمل قد ايه؟ هعمل حوالي 3 لتر ميه، على قد يدوبك الطيور ما تشرب. عندك الطيور بتشرب ميه كتير، حط 5 حط 6، انت طبعا عارفه ان الطيور بتاعتك بتشرب قد ايه. تعالوا كده نسمي الله ونشوف الكميه كده اللي احنا هنحطها دلوقتي. ايه انا جايبه معايا وعيه اهوت، الوعيه دي انا هعمل فيها حوالي 3 لتر ميه بس، لان انا يعني ايه هعملها يدوبك، مش عايزه الميه تبات قدام. شايفين ده الكيس بتاعها؟ ده الكيس بيبقى من جوه العلبه، يعني ايه بيبقى جوه كده في العلبه. زي ما قلت لكم هو مش غالي، يعني هو الكيس ب 10 جنيه، ده حلو قوي. ده يا جماعه هو اللي انا جيت افتح الكيس، بس الكيس اتفتح زاد عن اللازم، انا هشوف برطمانه واحطه فيه. هو ده بيبقى الشكل بتاعه، حتى انا هطلعه لكم في بالمعلقه اهوت اهو. ده كده معلقه شاي، يعني انا هملي ملو معلقه شاي اهو، ملو معلقه شاي كبيره كده زي ما انتم شايفين، مش اكتر ولا اقل. وهنحطها كده اهوت، وهنزل عليهم بتنر. ده كده انا هحط 2 ميه اهو، 2 لتر ميه، وكمان هغلي كمان لتر ميه واحط، وبس علشان يعني ايه انا قلت لكم هنعمل ان شاء الله 3 لتر على قد بس ايه يعني ما يشرب، لان الطيور ما بتشربش كتير اصلا في الشتاء. شايفين حتى اللون بتاعها مخضر ازاي؟ هنجيب كده عليه كمان لتر ميه، هنسخنها برده كمان لتر كده اهوت، وهنحطه عليه. بس اهم حاجه نغطي عليه علشان البخار ده انا عايز استفاد منه، لان طبعا اي عشب احنا بنستعملها لازم بنغطي علشان زيوت الطياره، تمام كده. فانا ان شاء الله هحط كمان رتل ميه وهغطي. وخلي بالكم يا جماعه، يعني هي الناس برضو اللي بتشتكي ان عندي الطيور عندها كساح او عندها يعني ضعف المناعه بتاعتها ضعيفه، الحاجات دي كلها ده كويس جدا، وده بيقوي المناعه بتاعت الفرخ، ده حلو قوي. يعني معظم الناس مثلا ما بتيجي تربي فراخ بيضه ولا حاجه تقول الفراخ عندي مش بتقدر تمشي، الحاجات ديت ده لو احنا حطينا لهم ده بتخلي يعني ايه بتقوي المفاصل بمعنى اصح. يعني ده كده يا جماعه هنحطها زي ما هي كده، زي ما انت شفتها معايا في الفيديو وانا بجهزها، مش هنزودها ميه ولا اي حاجه،
ان انا عامله كميه يعني حوالي 3 لتر، يعني لسه في رتل تاني ان شاء الله انا هحطه، بس يا دوبك انا مليت الازازه ديت وفي لسه ازازه تانية فارت. الكميه دي يا جماعه يا دوبك على قد يوم واحد بس، ما ينفعش ان هي تبات لتاني يوم، لان احنا كل يوم بنجدد الوصفه ديت، يعني كل يوم بتعملها صبح. تعالوا بقى كده نحطها على اساس ان انا كده هحطها في سقايه، مش هنحطها في حاجه واسعه ولا حاجه، هتشوفوها معايا. ده كده يا جماعه الوصفه هي انا هحطها في السقايه على اساس ان انا مش هكتر الكميه ولا حاجه، زي ما انتم شايفين كده. هحطها كميه صغيره على اساس ان هي ما تجيبش يعني التاني يوم، ابقى ايه تاني يوم اعملهم صابح. هنحط لهم الحبه دولت في قلب السقايه هنا. ممكن انت تحط له الرومي منه، تحط اي طير عندك حطها له، حتى لو انت عندك روم على وش بيض برده ولا حاجه حطها لهم برده، ده هتبقى كويسه جدا. ده كده يا جماعه احنا حطيناها لهم. حاولي حتى ان انت يعني اعملها 3 مرات كده في الاسبوع، كل اسبوع اعملها 3 مرات، ده هتبقى كويسه جدا. محدش يعملها مره واتنين ويقول لي لا ده ما عجبتش معايا نتيجه، لا حاولي ان انت تعمليها على الاقل اسبوعين ورا بعض، هتلاقي نتيجه كويسه جدا معاكي. تمام. إيه كده خلصنا، حطينا لهم الوصفه بتاعتنا هي. طيب احنا كده يا جماعه عملنا مع بعض الوصفه هي. طيب الناس اللي هتقول لي طب انت نزلت وصفات كتير، وطيب انا يعني اعمل انهي وصفه؟ كل الوصفات اللي احنا بننزلها يا جماعه دي وصفات طبيعيه كويسه جدا، الوصفه اللي تعجبك اعمليها هتجيب برده معاكي نتيجه كويسه. يمكن عشبه المورينجا ديت اللي احنا بنقول عليها ديت ده ممكن ما تكونش متوفره عندك، بس هي اكيد متوفره عند العطارين، يعني لو انت رحت عند اي عطار هتلاقيه. والميزه الكويسه اللي فيها ان هي يعتبر دي مكون واحد وما بتخففش، يعني انت بتحط المقدار اللي انا قلت لكم عليه في قلب الفيديو، بتعمليه على كام لتر ميه زي ما احنا عملنا كده، وبتحطيه زي ما هو كده، يعني تحط له ميه مغليه تقفل عليه وتحط زي ما هو كده، ولما بيبرد بتحط له الطيور عندك. ده احسن حاجه ان انت ممكن تحطها له الطيور عندك، ويا ريت كمان ان انت تكوني معطشه الطيور عندك قبل ما تحطها، تكوني معطشه الطيور عندك كده قبلها بفتره على اساس ان هي برده تجيب معاكي نتيجه كويسه. يظهر ان عندنا الرومي مع الفراخ مش متفقين مع بعض، علشان كده يعني هما اصلا الديك عايز يجي ياكل من العلف على الدش. شوفوا بقى منظر الرومي عامل ازاي.